أخبار اليوم. حصل الدنيا في ايه؟ ايه اللي خلاك تروح تعمل تجربه احترافيه؟ يعني فجاه عرفنا ان كهربا والله كهربا تقريبا. يمكن انا نفسي احترف طبعا، ده حلم اي لعيب. فانا رحت احترفت برضه خصوصا في سويسرا، وانا يعني يمكن وانا في شدش، يعني في ناس كتير بتشجع عشان الناس كلها نفسها تعرف القصه ايه اللي حصل. انا سافرت، انا عندي 18 سنه، رحت لوزان. لوزان يعني لعبت معاهم، هو الدوري 32 ماتش. لعبت معاهم بالظبط، كان لعبت معاهم 16 ماتش، 17 ماتش. كملتش السنه لان انا عملت مشاكل وكده، وحصل مشكله بيني وبينهم او مدير الكوره وخلاص. هو اللي عمل معاك مشاكل؟ هو اللي عمل حاجه دي، يعني هو هناك في عنصرية صعبه جدا يعني. عنصرية في ايه بقى؟ والله انا ما كنتش مستريح، كانوا عارف ان هو ايه. هل انت متميز زياده على اللزوم؟ فممكن انا لعبت حضرتك، يمكن انا خدت يعني احسن لاعب في الاسبوع عند الدوري كله 3 مرات ورا بعض، ودخلت تشكيل اسبوع كذا مره ورا بعض. ده حقيقه فعلا. وجبت 7 اهداف في 16 ماتش، وعملت جولين هدفين. امتى ده؟ لما انت تلعب في سويسرا بتبقى صعبه، لان انت جاي اجنبي. تعمل التاريخ ده، وان انا اعمل كده في وسط ناس انت بصراحه عارف كده، ومن ان هم 20 ناس هناك، يعني هم ناس صعبين ومحدش يكسر حد، وانا اول مره بقى. بس فاللي عملته دوت، فانا ممكن انا حاسس ان انا فشلتش، لان انا كل ده ايه يعني؟ مش 16 ماتش لعبت اساسي بعد الريزيرف، لعبت 10 ماتشات بس اساسي. رحت بعد الريزيرف؟ بعد الريزيرف رجعت على مصر، بعد كده رحت كريس اوفر 6 شهور. يمكن انا يعني يمكن فتره 6 شهور ديت يعني كانت شيء ساعدني في حاجات كتير. زي ايه بقى؟ ان انا انسجم مع الفرقه بسرعه، ان انا العب. لعبت، يمكن انا لعبت اول ما رحت لعبت اول 6 ماتشات معاك، كان تصفيات دوري ابطال اوروبا، وبعد كده اتلقينا منها تصفيات اوروبا ليج، بعد كده لعبت كذا ماتش في الدوري، وبعد كده ما حصلش بقى نصيب ان انا اكمل هناك. فرجعت على ايه، قلت ان انا ارجع على ايه بقى، اقف على رجليا والعب معاهم 6 شهور اللي هم دخلوا دول، اقف على رجليا وارجع احترف تاني ان شاء الله في نادي اكبر باذن الله، وربنا يكرمنا. انت عارف ده نصيب. حلو طبعا. فالحمد لله يعني رجعت كسرت الدنيا فيهم، عملت مباريات هايله. Der Mahmoud Karaba muss auf dem Fußballplatz noch viel lernen. Ein junger Ägypter, der von einem Engagement beim europäischen Spitzenklub träumt. Zuerst aber muss der Mahmoud Karaba seinen Weg beim FCL machen.